خطاب الجهات الدولية والعالمية باتجاه إرساء مفاهيم أوسع باتجاه البناء وإكمال ما هو كان موجود والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من إرث ثقافي وإنساني ومجتمعي. ذكرنا بالماضي، ذكرنا بالتاريخ القديم العريق بهذه المدينة المنكوبة. قبل أكثر من سنة كانت تجوب هذه المنطقة أصوات الرصاص والطلقات، ولكن اليوم تعلو أصوات الموسيقى في هذه المنطقة.